وتريسا، هل تعلمين ما هو اليوم؟ ما هو اليوم؟ افتتاح موريا الجديد. أوه نعم، لقد تذكرت. افتتاح موريا الجديد يا باربي. متى؟ أوه صحيح، اليوم. أنا حق غبية. حسنا، سوف أذهب. حسنا، وداعا باربي. ماذا؟ افتتاح مول باربي الجديد؟ انا مش هدعم، مش هبين باربي. حسنا، افتتاح مولك الجديد. انا طبعا لم انسى. حسنا، سوف اتي. وداعا باربي. افتتاح مول باربي الجديد اكيد سيكون وردي. افتتاح مولك الجديد يا باربي. اكيد سوف اتي. حسنا، وداعا. أنا سوف أكمل طعامي ثم سأذهب إلى مول باربي. أنا توي استيقظت من النوم. حسنا، أنا ذاهبة على الفور. سأأتي أول واحدة إلى لقاء باربي. حقا؟ حسنا، أنا سوف أأتي. أنا متجهة إليه. وداعا. أذهب لك الأركان. هل تجهز أو ماذا؟ إحنا هون كسول من بعض الشيء. أنا الآن جاهز. طبعا أنا جاهز. لماذا لا أكون جاهزا؟ أكيد سأكون جاهزا. أنا لست كسولا وأحب المرح. نعم باربي، أنا جاهز. لقد ارتديت بدلة رسمية مرت بها. جيد كان. أنا هذه البدلة تعجبني. حسنا، جيد. ماذا عن البدلة يا زبال؟ سأجعلهم نائمون. حسنا، سأذكر يا البنات. بنات، هل أنتم جاهزون؟ نعم نحن جاهزون باربي. جيد. تشيلسي، ماذا؟ لماذا لا ترتدين أزرق؟ لا، أنا في وردي أصفر، ولقد سرقته من بينكي باي. شش تشيلسي. لا، لا يهم. هيا بسرعة، انزلا تحت. هيا، سوف نذهب إلى المول الجديد. حسنا، أين نقص شرط باربي؟ لا، أنا هو مولي وليس مولكما. في المستقبل أريد أن أفتح مول مثل باربي واسميه كريسي. لا تشيلسي وكريسي. لا كريسي. سكيبوستي. الحمد لله أنكم جاهزون. بالطبع نحن جاهزون يا باربي. نعم نحن متحمسون جدا لكي نذهب إلى المول الجديد يا باربي. حسنا، هيا تعالى. الآن سوف نذهب. هيا باربي، هيا قص الشريط. هيا باربي، هيا هيا يا باربي، هيا بسرعة قص الشريط. هيا باربي، أريد أن أدخل. هيا حسنا، سوف أقصه. حسنا، بسم الله. أعلن الآن أن هذا المول سوف يفتح إلى الأبد. واو، إنه جميل، حقا جميل. واو، تشمق لكي أراه. Thank you.
أعرفكم على المحلات. أول محل لدينا هو محل المكياج. هذه هي الموظفة أنجلينا. مرحبا، أنا هي أنجلينا. مرحبا بكم في محل المكياج التي تريد أن تجرب المكياج. تجلس على هذا الكرسي وتجرب، وأيضا نصفف الشعر ونضع المكياج. هذا جيد أنجلينا. حسنا، والآن هيا ننتقل للمحل الثاني، وهذا هو محل الملابس. واو، بكم أنت صاحبة المحل ويمكنك أن تأخذين كل شيء مجانا. حسن، ربما غدا أو اليوم، لا أدري، سأشتري لاحقا. حسن، هذه هي الموظفة سيلينا. مرحبا، أنا سيلينا. يمكنكم أن تشترون العقد والإسوارة والخاتم والنظارات والملابس، ويمكنكم أن تجربوها أيضا. حسنا، هذا جيد يا سيلينا. والآن سوف نذهب للطابق الثاني، والآن أنا سوف أركب وأريكم كل شيء في الآلة. طبعا حسنا، لدينا كشك كاترينا للطعام. لأنها تبيع الفشار والعصير والحلويات وكل شيء. مرحبا، أنا هي كاترينا. يمكنكم أن تشترون مني الطعام وكل شيء. جيد، والآن عندما أمشي لهنا سترون السينما. يمكنكم أن تشاهدون أفلامكم المفضلة وكل شيء في أي وقت طبعا، وهذا كل شيء، فهيا استمتعوا. أنا علي الذهاب إلى المحل. ونسيت أن أقول لكم، لدينا هنا صراف، وأيضا هذه هي سيدة تبيع الفشار، ويمكنكم أن تلعبون وتحصلون على لعب، وهذا هو كل شيء، وهيا استمتعوا. هجوم إلى السينما، هيا سينما، سينما، هيا كرسي، يا سينما، 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 سينما. إلى أين أنتم ذاهبون؟ سينما، إلى السينما، سينما، سينما، سينما. رايان، يا لكم من أطفال السينما. هذا بالمحلي مكياج، شنرى يا زي بورب. مرحبا، مرحبا سيدتي، تفضلي في محل المكياج. لدينا كل المكياج وماركات شهيرة وغالية، لكن هذا للافتتاح سوف نصف السعر. هذا تخفي. نعم، هيا تفضلي. تشربين أو تشربين أو تضعين المكياج؟ سأجرب المكياج. هذه روجة. ماركة ماذا؟ سوبر ستار. حسنا، سأجربها. لا أدري. لا، يا إلهي، إنها جميلة، إنها جميلة. لم تعجبني. سأذهب لمحل الملابس وداعا. أنا أعلم أن موي باربي دائما تكون في بردي. مرحبا سيدتي. مرحبا، هل أعجبك شيئا أو تريدين شراء شيء؟ أنا لا أريد أن أشتري، فقط سوف ألقي نظرة. لا أريد أن أشتري، ماذا أقصد؟ هذا يشبه باربي تماما، وهذا يشبه ميج، وذاك قليلا يشبه ترعصة. هل عجبك شيء؟ لا. ما هذه النظارات؟ تناسب سكيبر وستيسي. هذا جميل،
لكن لا أريد شراءه اليوم، لا أريد أن أشتري. هذه الحقيبة جميلة، عجبتني. بكم هذه الحقيبة؟ أنا $20. أوه، هذا حذاء جميل يناسبني أكيد. بكم؟ $30. أنا هذا نعم، هل هذا طفل؟ نعم، لأن بمناسبة افتتاحه مول باربي الجديد نخفض، لكن غدا لا. حسنا، سوف أشتري هذه الحقيبة والحذاء. أنت قلتي أنك لا تريدين شراء شيء، أسحب كلامي. حسنا حسنا. مرحبا ركال، ماذا اشتريتي؟ اشتريت حذاء وحقيبة فقط، هذا الذي عجبني. دعني أرى. أوه نعم، رائعان. وأنت ألم تشاهدي الفيلم؟ نعم أنا سأشاهد، لكن سيبدأ الفيلم بعد نصف ساعة. جئت هنا فقط لكي أتسوق. أوه يا إلهي، هناك فستان جميل، أعجبني ذاك الفستان الأزرق. هاي باربي. نعم، هل ستشترين شيئا؟ نعم، أنا سأشتري ذاك الفستان الأزرق. وأنت هل تريدين شراء شيء؟ نعم أنا سأشتري. حسن سأشتري هذا الفستان الزهري. قلت أكيد أنك ستشترين، إنه يشبهك تماما. أوه شكرا ركال. يمكنك أن تبدل ملابسكم هنا. حسنا، من سوف يدخل أولا؟ أنت اذهبي أولا. حسنا. هل انتهيتي؟ نعم حاليا. حسنا، سوف أخرج الآن. واو، ماذا تبدين جميلة. شكرا باربي. ماذا حفتنا شيء؟ واو، ماذا تبدين جميلة. شكرا ميكي. وانت يا باربي ستغيرين ملابسك؟ اكيد. هيا باربي، حان دورك. حسنا. تعرفي يا باربي، هل انتهيتي؟ نحن متحمسون كثيرا. هيا ترى، لقد انتهيت. واو باربي، تبدين جميلة. شكرا. انا اريد ان اجرب. انا اريد ان اجرب. حسنا تريسا، جربي هذا الفستان. حسنا، هيا اذهبي. لا يوجد فستان يعجبني، رصاصي أو أسود. باربي ما عليك بنا. هل هذه نظارات جديدة؟ نعم، أنا سأخذها عند لنادي الرياضة، لأن هناك شمس. نعم. حسنا، وأنا ارتديت هذه البنفسجية. ما عليك بي يا باربي؟ تدينا جميلة يا نيكي، سوف أشتري هذه النظارة، وأنا أيضا. هاي، أنا تريسا. تريسا، هيا اذهب وبدل ملابسك. هنا؟ نعم هناك. لا، أنا أريد أن أرتدي هناك. أين ستسألين إذا؟ أمامنا؟ لا، سأقوم بخدعة. ماجيك. تقول الأسطورة أن السحر حقيقي. حسن، يدات الأساطير. حسنا، الآن سوف أقفز وثم سوف أرجع لكم. حسنا، أريني سحرتي. حسنا، 1 2 3. هاي أنا ذهبت. تراسة، أين أنت تراسة؟ الناس سوف تأتي بعد قليل. متى ستأتي تراسة؟ واو، أنت حقا ساحرة مذهلة. شكرا. أنا فقط قفزت، ربما توايلايت لقد طارت بها. ماذا تقصدين بتوايلايت؟ أنا لا أعرف من هي توايلايت. توايلايت يا صديقتي. مهرة؟ نعم. لا أعرف.
أنا الساحرة. حسنا أنا سوف أذهب إلى فوق لكي أشرب عصير. يا فتيات هل أنتم شاهدوا الفيلم؟ واو هل أنتم غيرتم شكلكم تماما؟ واو تريس أنت تبدين رائعة. شكرا راين. أو ما هذه النظارة العجيبة؟ هل هي للسينما؟ لا أنا نظارة شمسية. واو باربي تبدين جميلة بهذا الفستان. أنه يشبه لك تماما. نعم ما عجبني أنا خفت أن أحد يأخذه أو هكذا. واو ماج تبدين مختلفة. أكيد باربي عجبني هذا الفستان وباربي قالت لي أن أرتديه. تبدون رائعون في بهذه الملابس. نعم باربي 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 أنا مش شاهد الفيلم سوف ينتهي بعد 10 دقائق. نعم على الفيلم. هيا فلنذهب كي نشتري لنا طعام. هيا بسرعة. متى سيبدأ الفيلم؟ لا أدري. نحن سنشاهد فيلم باربي الأميرة. هذا الخيال هذا المسموح. نعم من ستأتي باربي؟ لا أدري. مرحبا بكم أقدم لكم مول باربي. اسم طيته الفاشلة. ماذا؟ The Kill. نعم أنت فاشلة. هذا هراء. نعم ما تشربين؟ عصير. أريني أريد أن أجربه. جربي لكن ليس كثيرا. أنا لا أخاف من باربي. سوف تدفعين الثمن يا ترى سكيبر. تبا لك يا سكيبر. ظهري. سيدتي باربي هل تمانع أن نصورك مباشر في قناة CNN؟ لا ليس دائما. حسنا نحن سنسألك بعض الأسئلة. تفضل. كأنما افتتحت مولك الجديد. شعور لا يوصف حقا أعجبني. حسنا وهي ما مشاريعك القادمة يا باربي؟ أنا أفكر أن أفتح يعني عرض أزياء. حسنا شكرا لك يا باربي وحظ موفقا في مولك الجديد. ودعا.